بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في رحاب المناجاة الشعبانية نستقطف من خيراتها ومن نعمها. وصل الكلام في إلى هذه العبارة وإلى هذه الفقرة: إله انظر إلي نظر من ناديته فأجابك، واستعملته بمعونتك فأطاعك، يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه. ما معنى أن الله ينظر إلينا؟ ينظر إلينا، الله هو الناظر وهو الشاهد وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولكن هنا نظر رعاية ونظر عناية ونظر دلال ونظر محبة ونظر نظر خاص من الله. إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك. الله سبحانه وتعالى نعم ينادي بعض المؤمنين. أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يتكلم عن بعض العباد، يقول: ناجاهم في ذات عقولهم، يلهمهم، يعطيهم الحكمة، يعطيهم البصيرة، يتصرف في نفوسهم، يتدخل بعنايته سبحانه وتعالى لهدايتهم. يقول الحق: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف يهدي الله إلى سبله؟ يهدي بعنايته، بالنظر إلينا. إلهي وانظر إلي نظر من ناديته فأجابك. انظر إلي نظر الإنسان الطائع، الإنسان العابد الملتزم الذي ينسجم مع إرادتك ولا يتخلف عنها. هذا هو الذي من ناديته فأجابك. يعني كما سئل الإمام الصادق عليه السلام الله عن ما معنى التقوى، قال: التقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. عجيب، هذه عبارة من الإمام الصادق، ما أدقها. هم أهل البلاغة وهم أهل المعرفة. الإمام سلام الله عليه يقول، يشير إلى هذا: انظر إلي نظر من ناديته فأجابك. التزم بحكمك، التزم بإرادتك، التزم بكتابك، التزم بشرائعك. انظر إلي نظر من ناديته فأجابك، واستعملته بمعونتك فأطاعك. الله عندما يطلب منا، عندما يطلب منا طاعة أو يطلب منا شيئا في حياتنا على مستوى الواجبات الشرعية، هو يستعملنا بإرادته، هو يستعملنا بمعونته. الحق يستعملنا بمعونته، هو الذي يعيننا، هو يعطينا كل ما عندنا من حياة ومن جسم ومن عقل ومن فطنة ومن تفكير، ويوقظنا من غفلتنا ويجعلنا طبعا الذين جاهدوا فينا. نحن بدنا نجاهد أولا في الله، ثم الله سبحانه وتعالى يقول: لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زدناهم هدى. الحق سبحانه وتعالى هكذا يتصرف. وإن كانت نعمه ابتداء، ولكن رعايته الخاصة بحاجة أن نحن نستدرها من عنده ونأخذها من عنده بسلوكنا، بطاعتنا، بدعائنا. واجعلني ممن ناديته فأجابك، واستعملته بمعونتك فأطاعك، يا قريبا لا يبعد عن المغتر به. أنت قريب، أنت مؤنس، لا يبعد عن المغتر به. حتى الإنسان الذي يمكن أن يكون هو بعيد عن الله، الله سبحانه وتعالى يكون قريب منه، يلطف به، يتحنن عليه. يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه. لا إله إلا الله. هو الجواد، هو الجواد الكريم، هو الجواد الذي يعطي بلا سؤال. نعم، فهو جواد لا يبخل عمن رجا ثوابه. علينا أن نرجو ثواب الله.
يكمل: إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه. إن لكل حاسة من حواسنا حق، كما ورد عن الإمام زين العابدين، وسنتكلم في الحلقة التالية عن بعض حقوق جوارحنا. أما حق بصرك فكذا وكذا، وأما حق سمعك فكذا وكذا، وأما حق لسانك فكذا وكذا. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه. من حقوق القلب، قلب المؤمن، على 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 على, على المؤمن أن يملأه شوقا وحبا لله، أن يملأه معرفة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سئل الإمام عن معنى هذه الآية، ما هو القلب السليم؟ قال: هو القلب الذي لم يكن فيه غير الله، لم يدخله سوى الله. سئل أحد العلماء العرفاء المخلصين أوتاد الأرض، قالوا له: ما شفنا عندك صديق، ما شفنا عندك حدا أنيس. قال: إن الله أني أحب فقط أن أتخذ من الله أنيسا، وأن أتخذ من الله صديقا. هذا ماذا معناه؟ معناه: إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه. من حق اللسان على الإنسان أن دائما يتكلم بالصدق، يتكلم بالحق، يتكلم بالعدل، يتكلم بالمحبة، يتكلم بأمور توجب المحبة بين الناس، ولا يتكلم بالأمور التي تباعد بين الناس، تشاحن بين الناس، التي تثبط عزائم الناس. ونتكلم إن شاء الله في الحلقة التالية عن حق اللسان، عن حق السمع، عن حق البصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإدراك بعض المعاني من هذه المناجات، وأن يجعلنا من الذين لهم الأمل الكبير في أن يعرفهم الله حقائق الأمور. إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.